اجي علاش لي ما نبدلش المحتوى ونزيد نتقربوا من بعضياتنا اكثر، شي حاجه اللي ممتعه، شي حاجه اللي كتجذب وكتعطي طاقه ايجابيه اكثر منكم ومني، نتبادلوا افكار مع بعضياتنا، تستفدوا مني ونستفد منكم، نشاركوا افكار مع بعضياتنا، تعطوني ارائكم ونعطيكم الراي ديالي، فكره زوينه نزيدو نتقربوا من بعضياتنا اكثر. هادشي كامل ممكن ديروا في القناه ديالي بشرط انك نتوما كمتتبعين تشجعوني وتقولوا لي سيري سليمه في هذا الاتجاه بحكم انه كيعجبكم اكثر، ولكن خاصكم تشجعوني. وباش غتشجعوني؟ باللايكات ديالكم، وغتشجعوني بالتعليقات ديالكم اللي غيزيدوا يحفزوني ويفرحوني، ونقول الحمد لله الناس اللي كيتفرجوا فيا سواء الناس جداد او الناس اللي كيتبعوني عجباتهم الفكره، وغادي نبداو يعني فيديوهات كلهم ان شاء الله طاقه ايجابيه. اليوم بغيت نبدا لكم اول فيديو ديالي. صراحه طاحت عليا الفكره، كنطوي البلاكار ديالي وبديت كنجبد لي شوميز ديال الصيف، وفي نفس الوقت كان حتى ليا الخريف، لان باقي في العشيه هكا انسان اللي غنوليو نخرجوا وهذا غنحتاجوهم. وقلت علاش لي ما نشاركش مع البنات بحال هكا انواع ديال شنو هو الستيل ديالي. علاش قلت لكم غنتقربوا من بعضياتنا اكثر، غتوليو تعرفوا اختكم ثانيه والشخصيه ديالي اكثر اكثر اكثر، تعرفوا شنو هو الستيل ديالي اللي كيعجبني في اللباس، كيفاش كيعجبوني البيسات، شنو هما الكوينجات يعني الموديلات اللي كيعجبوني، كيفاش كتعجبني البصاله في القميجه، كيفاش هذا. المهم كل واحد الذوق ديالو، ولكن انا غنقول لكم الذوق ديالي، يعني كنتمنى نكون حسن الظن ديالكم. اذا غادي نوريكم ستيلات اللي كيعجبوني انا في لي شوميز، غنوريكم يعني اليوم غير واحد شي حاجه ماشي كلشي. غير هو اللي بغيت نقول لكم واحد القضيه، انا وعد بالله من قوت انا كيعجبوني كاع ستيلات، ما عنديش الاشكال زعما، بشرط ان كتعجبني القميجه تكون يعني مقاده، يعني ماشي مفضفضه بزاف وماشي مزيره بزاف، عاوتاني ما كنلبسش انا داكشي اللي مزير، وكتعجبني عاوتاني تكون طويله ماشي قصيره ماشي طويله، المهم عادي ستيل اللي كيلبسوه محجبات ويلبسوه في نفس الوقت حتى البنات اللي ما دايريش الفولار، لان انا من ستيل ديالي ما كنلبسش داكشي مقزب بزاف وداكشي. المهم انا غادي نوريكم ستيل لا في سامبل في لي شوميز ولا في يعني في لي كارو كبار ولا لي كارو صغار، وغنوريكم ستيل اللي كيكونوا مخططين، خليكم معايا. دونك البنات غادي نبداو باول ستيل كيعجبني بزاف، سمحوا لي نقاد الكاميرا، نبداو باول ستيل كيعجبني بزاف في القميجه، كيعجبني ستيل اللي كيكون يعني فيه الكارويات. غنبداو بهاد ستيل الاولاني، هادو كنت خديتهم من زارا، هادو كنت خديتهم من زارا البنات، هادو هما ستيل ديالهم هكا عريض. غنقول لكم في نفس الوقت كنت خديت منهم جوج، غنوريكم في نفس الوقت شنو اللي عجبني فيهم اكثر شنو اللي ما عجبنيش فيهم اكثر. هانتوما البنات ستيل طويل، شفتوا تقريبا القوامج هاد الاخرين اللي عندي كلهم فيهم داك الستيل اللي طويل من اللور وشويه قصير من القدام. هانتوما يعني القدام قصير شويه ولكن اللور طويل، غير هما طوال وكيجيو عراضين، ستيل ديالهم هما هكا. مره اخرى غندير لكم هكا، كل مره ندير لكم هكا لابساهم. دابا انا بغيت غير نوريكم وليدين ما طوالش وما قصرش، يعني هكا مينيمونش. انا كيعجبوني هذوك اللي كيكونوا قصار شي شويه وكيجيو هما عرض، ملي كتلبسيه كتجي بحال فاجا تقريبا بحال هذا الستيل هكا. فهاد البودي اللي عندي هكا كيجيو تقريبا بحال هكا، كيجيو زوينين. غير هما شنو اللي ما عجبنيش فيهم اكثر، اللي ما عجبنيش فيهم اكثر ان بالنسبه للعمق ديالهم محلول كامل وما فيهمش هكا، يعني فهمتي يعني مع الفولار وداكشي شويه كي. المهم عندي هذه، هذيك كنلبسها البنات مع يعني سروال ابيض سروال كحل تجين كتمشي مع كلشي تقريبا كلهم، وهذه حتى هي بحالها ولكن في لون اخر قرونه، حتى هي كنت خديتها من زارا زويونه، حتى هي نفس الشكل من اللور طويله ومن القدام قصيره. هادو افكار كنوريهم لكم البنات بحال هكا باش كتعرفوا. المهم المره الجايه غادي نوريكم، دابا انا غير كنوريكم الستيل ديالي في القوامج كيفاش كيعجبني. هادي يا البنات هادي ديال بصراحه كتلبس هكا في الربيع، حتى هي زوينه ماشي في الصيف لانها سخونه شي شويه الصيف، لان الثوب ديالها بحال شي شويه غليظ. هادي الكميمات ديالها طوال عادي، وهنايا البنات الا لاحظتوا فيها هكا يعني هاد لاستيك هنايا كتجي زوينه البنات، هادي كتعجبني ما طويله ما قصيره عادي عادي كتجي، المهم مستوره وصافي. ولكن انا حيت كن هذه معاك تلبس في سميتو كنزيد تلبسي معاها شي حاجه، هذه حتى هي شفتو حتى هي كتجي زوينه. هادو راه هما الستيل ديالهم هكا بحال العريض، كيبانوا لكم بحال العريض ولكن هما كيجيو زوينين كيجيو يعني مرتاحين
وفي نفس الوقت صايره فهمت. هذه حتى هي تميمه الطوال تي كتجي زوينه. هذه البنات عندها ستيل سبور فيها الجياب، نوريكم هما هادشي كامل. غتشوفوني مره اخرى في فيديو انني لابساه. شتو فيها الجويبات زوينه، هذه تتعجبني ومريحه، وراه كتشوفوني بها في الفيديوهات بزاف. دابا غندوزو للستيل ديال القومج اللي عندي سامبل كيفاش كيعجبوني. هادو زوينين البنات، ولكن سا ديبون على حساب التوب كيفاش داير، حيت كاينين هادوك العاديين مزموتين، هادو لا زوينين وخفيفين. وشوفوا البنات طوال، شفتو طوال كيجوعيني طويلين. تلبسيهم مع كولون، تلبسيهم مع الجين، تلبسيهم مع لي كان، وسامبل تلبسيها يعني مع شما بغيتي، واللون تحكمي فاش ما بغيتي. باقا مره اخرى غادي نوريكم، لان قلت لكم مازال ما عمركم شفتوا سليمه في واحد ستيل اخر. يعني ماشي ضروري غادي نشوفوا مثلا شوميز فيغ هكا غادي نقول خصها دره كحله ولا خصها دره، كاين واحد التناسق مع واحد الالوان كيجيو مع بعضياتهم. داكشي كله غادي نوري لكم من بعد. المهم هذه سامبل زوينه، وهذه حتى هي حمامره زوينه. شوفوا الكميمات ديالها، هذه البنات نوريكم هكا شبيكه، شتي الكميمات ديالها شبيكه، كتجي انيقه، هذه كتجي واعره، كتعجبني في اللبسه ديالها. حتى هي الستيل ديالها كما قلت لكم طول من اللور اكثر من يعني من القدام، كتجي زوينه وكتجي شيك، كتجي زوينه. هادي البنات عاوتاني ستيل ديال المخطط، هادو زوينين زوينين. هاد الموديلات اللي كنوريكم البنات دابا راكم عارفين مع الحجر الصحي، مازال ما نخرج موديلات جداد. هادشي غير اللي كان عندي ديال العام اللي فات جبدتو نصلحهم، وعلاش لا تما باقي نلبسوهم زوينين على ما ان شاء الله. شتي هادي البنات كيفاش دايره من اللور، هادي عندها واحد السيل في شكل من اللور، خصني هادشي تنكون لابسه الصراحه. هانتوما كتجي رائعه هذه بالنسبه للبنات اللي عزاز عليهم هذا، عرفتي كتجي فنه، كتجي فنه. وماشي ضروري تكوني دايره الحجاب كما قلت لكم باش تلبسوا هذا الشيء طويل، وهذا الستيل هذا كيحفز على البنات حتى انهم يزيدوا يلبسوا الطويل واخا ما دايرينش الفولار. صراحه الصراحه كيجيو زوينين والله، كيجيو فنين. اخر وحده غادي نوريكم هي هذه، حتى هي كتعجبني. هذه ما تحقروهاش البنات ملي تشوفوها هكا، ولكن فاش كتلبس كتجي فنه وحق الله، كتجي فنه ما تحقروهاش. دابا هكا ملي تشوفوها شتي ستيل ديالها تيجي عريض، الكميمات الا بغيتي تطوليهم تطوليهم، بغيتي تخليهم هكا كيجيو زوينين. التوب ديالها بحال كيتجبد شي شويه وكتجي زوينه، يعني ملي كتلبسها لك عاد كتقاد على حسب الفورمه ديالك. المهم كتجي فنه، سورتو هادي ملي كتلبس مع الجين كتجي رائعه فنه غزاله واعره. قالك شكون كيشكر راسو، كنشكر يعني داكشي كنشكر حوايجي. المهم البنات هادي كانت غير واحد الفكره، سمحوا لي انستاليو. هادشي كامل اللي وريتكم دابا غادي نوريه لكم، ولكن نكون لابسه غير دابا. بغيت غير كفيديو الاول يعني حتى تقولوا لي واش عجبكم الافكار، واش عجبكم هادشي اللي كنوريكم، واش كيفاش جاتكم يعني الفكره، بزاف ديال الحوايج. هادشي كله نعاود، خليكم معايا شكون اللي كيحل الباب وانا كنصور، سمحوا لي البنات. قلت لكم هذه كانت غير فكره ديال الفيديو الاول يعني في هذا النوع ديال المحتوى، بغيت حتى نشوف الراي ديالكم نتوما واش عجبتكم الفكره اولا لا. اكيد غتعجبكم الفكره واكيد ما غتردوهاش ليا في وجهي، وغادي يعجبكم يعني هذا المحتوى الجديد اللي كيف ما قلت لكم غيزيد يقربنا من بعضياتنا اكثر. تبداو تعرفوا سالي مختكم عن قرب شي حوايج اللي كيعجبوني، شنو هما اللي ما كيعجبوني، شنو هما الحوايج اللي كيفاش داير الذوق ديالي في شي حوايج. نبارطاجي معكم كلشي اون ديتاي بعيدا عن الهضره والخاويه وداكشي، لان داكشي ملي كتجي وكتردي لا ميموار ديالك وكتجلسي وكتراجعي يعني نفسك كتلقاي داكشي ما منه حتى شي حاجه غير الهضره خاويه وصافي. كنتمنى هذا الشيء اللي غادي نقدم لكم من القدام يعجبكم، وكنتمنى حتى انكم نتوما تدعموني وتدفعوا اختكم سليمه واحد الكحيزه كحيزه باش تشجعوني على فيديوهات فين اخرين. هنا غنكون وصلت لنهايه لا فيديو، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم بزاف، وان شاء الله كنوعدكم هاد اللبسات هادو غادي نصور لكم بهم يعني تشوفوني عاوتاني كيفاش، ولو كل مره ندير لكم غير هكا جوج بجوج كيفاش نقدر غير من يكونوا عندي غير جوج قويمجات ولا غير ثلاثه، كيفاش ننسق مع بعضياتهم، كيفاش نلبسها بواحد بزاف ديال الطرق، نلبسها بهذه الطريقه نلبسها بهذه الطريقه، يعني
نعاونكم في افكار يعني، وتعاونوني حتى نتوما في افكار، تخليو لي في لي كومونتير الحوايج اللي عجبوكم، شي حوايج اللي نشرحهم لكم، شي حوايج مواضيع، شي حوايج اللي زوينه فيهم استفاده، واللي تقربنا حنا نوليو فاميله وحده، ونوليو عائله وحده. شوفوا سليمه عاوتاني شويه في المكياج، شوفوا سليمه في شي حوايج، شوفوا سليمه بزاف. عطا الله البنات من بارطاجيو مع بعضياتنا، غير دعموني باللايكات ديالكم وبلي كومونتير ديالكم، باش ما نبقاش عداوي خاوي كما كنقول لكم ديما. هنا غنوصلوا لنهايه الفيديو، باي باي ليكم، تهلاو لي فراسكم، كرحمه عليكم بزاف، بيس اند لوف.